اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. نحمدك اللهم على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ولك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الخيرات والبركات، لك الحمد ربنا على التمام، ولك الحمد ربنا على الختام. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم
ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن السخط إلى الرضا ومن أنواع الشر كلها إلى أنواع الخير كلها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك
فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، وليس من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى. فاللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا وأرهبوا، اللهم فاجعلهم عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، بعظمتك وقدرتك يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات. اللهم كن لإخواننا في سوريا وبلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان والمستضعفين في كل مكان، إلى من تكلهم، إلهنا إلى من تكلهم، إلى عدو يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وفقراء فأغنهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم. يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا جابر كسر المنكسرين، يا منجي المؤمنين،
عجل بفرجك وعافيتك لأوليائك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين المفسدين المجرمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها ورخاءها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أدم عليه نعمة خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان، واجعلها في موازين أعماله الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا تحقيق التوحيد وإبطال التنديد، وارزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم احفظهم من مسالك السوء والضلال والباطل. اللهم احفظهم من مسالك التكفير والتفجير والتدمير والغلو والجفاء والإفراط والتفريط والأعمال الإرهابية والطائفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين واحقن دماءهم، واحقن دماءهم. اللهم ارفع القتل والعنف عن المسلمين. اللهم أزل عنهم الفقر والجهل والأمراض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والاحتشام والحجاب والعفاف يا ذا الجلال والإكرام. واحفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا الفضل والعطاء والمن. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف جرحاهم، وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا والعاملين في أمور ومجالات خدمة الحرمين الشريفين، اللهم سددهم ووفقهم وأعنهم، واجعل الأجر والمثوبة لهم يا ذا الجلال والإكرام.
والإكرام، واجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهك الكريم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان، اللهم اجعلها قنوات خير وتوجيه وإرشاد لما فيه خير الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لمؤسسي هذه البلاد، اللهم ارحمه يا قوي يا غفور يا رحيم، اللهم اجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لأبنائه الذين مضوا وقضوا واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين، وخص بالتوفيق والتسديد إمامنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا واجمع قلوبنا على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك في ختام شهر رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى رضوانك وجناتك. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وولاة أمرنا وعلماؤنا والمسلمون جميعا بخير وحياة سعيدة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرأه وسمعه وحضره وشاهده وأمن عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال
الأعمال الصالحة حتى يأتينا اليقين. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، واختم لنا بالتوفيق والقبول والعتق من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، ونخص منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عن أهل بدر والعقبة والشجرة وسائر صحابة نبيك أجمعين، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.